الخطاطر دايرين لنا خطر هنايا وماشي غير علينا حنايا على جميع المواطنين لان اللي داز من هنايا الى غير اعطار ولا 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 غير دار شي حاجه وحركة اقل حركه تيطيح في وسط هذا الخطاطر لان ما عندهمش سياج وما عندهم ما, عند ما كاينش حاجه اللي تحبس المواطنين زيد على هذا ما كاينش الرصيف اللي بيدوزوا فيه الراجلين لان كاين شارع تيدوزوا منه الراجلين والراكبين و لديش شي حد الا داز شي واحد الله يجعل ما غير شي موتور ولا دار شي حركه تيطيح وهذا الشيء وهذا الشيء كانت بزاف طاح طاحت جوج السيارات طاحوا وجوج الماطر طاحوا وواحد الوليد طاح بالدراجه الدراجه العاديه ديالته زيد على هذا هذوك الوليدات هذوك التلميذات دوك التلاميذ اللي تيقراو هنايا تينزلوا هذا الخطاطر وهذا الخطاطر راه فيهم الحناش فيهم حشق الطبات وتنخافوا على هاد الوليدات زيد على هذا ولاو مرطع الأزبال لان اي واحد جا يلوح فيهم الزبل جاي جاي شي واحد على رجليه هز هز مكة تيلوحها ما تيديهاش لبلاصتها جاي شي واحد بالطوموبيل تيلوح القراعي يلوح اللي كان اي واحد تيلوح فيه الزبل وزعما راه هاد هاد خطر وتنتمناو تنتمناو من المسؤولين يشوفوا بعين الاعتبار هاد هاد الكلام ديالنا ويلقاو حل لهاد الخطاطر هذو لان انا من الساكنه هنايا راه ساكنه 17 سنه وهذا الشيء كاين ولا حل لهم وتنتمناو الخير ان شاء الله والمسؤولين يسمعوا يسمعوا هاد هاد الكلام ويحلوا لنا مشكله هاد الخطاطر نحن كساكنه هنايا كنعانيو بزاف من هاد الخطاطر هادو اللي تقريبا كي كيمتدوا على واحد جوج كيلومتر تقريبا ديال ديال المسافه كنعانيو معاهم بانهم ما مغطيين ما حتى شي حاجه ونظره للقرب ديالهم للشانطي شحال الحواجز كانوا نايا اه هنايا صراحه زعما هذا خطر هاد اللي تنسميهم هنا حفر الموت وما خطر صراحه على هذا الحي هذا خطر على الدراري الصغار نظراً قربهم من المدرسه جوج المدارس خاصه هنايا يعني اونفاس معاهم على بعد 10 على بعد 10 10 متر تبان هذه الخطرات عندهم واحد المدخل من من البدايه له اللي كيدخلوا منها المتشردين تينعسوا تي فيهم كي كيجي فيهم بزاف د الحوايج اللي هما لا اخلاقيه وبالنسبه للناس عاوتاني كيدوزوا عمرهم غير بالزبل صراحة قهرونا الساكنة بالريحة ديال الزبل وهادشي كنطلبوا من السلطات المختصه ان هاد الخطارات يتنظفوا ويتغطاو و وتقوم بجميع بجميع اللوازم ان تحمينا هاد الخطاطر فيهم جميع الشروط نتاع السلامه السلامه باش ما يبقاووش يتحوا فيهم ما بقاش والدراري الصغار هادشي اللي كاين باش ما يبقاش الناس يطيحوا فيهم الزبل